مساحة جديدة من مساحات صباحنا غير. كنا حكينا من شوي رشا عن ضربة الشمس، هي من الأمراض الصيفية، وكمان رح نحكي هلأ عن رياضة صيفية شتوية ولكن بالغالب صيفية بتكون صيفي يعني بيكون تماما. رح نحكي عن تقنية العلاج بالماء وما تستخدم، مين الأشخاص اللي ممكن يروحوا، شو هي الأمراض يلي بتعالجها، وكثير من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا لليوم الكوتش ياسمين طريفي، مدربة سباحة وأيروبك. ما يسعد صباحك كوتش واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح النور. هلا كثير بنسمع بتقنيات العلاج، ان كان بمثلا معالجه فيزيائيه، ان كان بالطاقه بالاحجار الاخري، ولكن اليوم تقنيه الماء هي موجوده ولكن ما كثير معروفه او ما تم التعريف والاضاءه عليها بشكل صح. من خلال حضرتك اليوم بدنا اول شيء نصبح عليك وهيك تعرفينا اكثر شو هي تقنيه العلاج بالماء. هلا الاكوا زومبا اللي هي الايروبيك المائي بتقوي عضلات الجسم كلياتها، بتحركها. عم نقصد هون الزومبا بس داخل الماء. تمام. داخل الماء. هلا في دكاترة بتحول حالات للي بيكون معه انتكاس غضروف، اللي بيكون معه جنف، اللي بيكون معه روماتيزم، صفائح بالظهر، ديسك. ممكن هدول الحالات بدهم المعاملة كتير خاصة وكتير الكوتش يكون على دراية شو عم يشتغل مع مريضه. تمام. وخاصة أنه اليوم أنت ما عم تشتغلي بأريحية تامة، في تقل في جسم المياه اللي هو تقيل بيشل شوي الحركة. تمام. هلا هي المي بتحمل الوزن، تمام، وبتعطي لياقة، بتروح الاسترس للشخص، القلق، التوتر. تمام. حلوه القصه. اكيد كوتش، خلينا نحكي يعني الشخص اللي بده يسجل عند حضرتك او يتعلم هي الرياضه لازم يكون بيعرف يسبح؟ لا، ما ضروري، لانه هي فيها ادوات اللي عندنا اياها الفلوت والدامبلز، وهي تمارين على الواقف، بس انا احيانا بعطي تمارين على النايم مشان مدت عضلات الظهر، بقى في ادوات مساعده فيها. طب كوتش احكي لنا شوي عن حالك، كيف تعلمتي هالقصه؟ يعني اليوم الفضول حلو انه اليوم انا اتعلم شيء جديد بحياتي. تمام. هي اللعبه منا كثير كانت معروفه هون بسوريا، بس هلا عليها اقبال فظيع، ان كان كبار بالعمر ولا ان كان صغار. يعني انا حتى اولاد صغار عمر 12 13 بلشت يتاقلموا ويلعبوا فيها، لانه هي بتيجي على الايقاع مع الاغاني. يعني هو اكثر شيء المحفز يمكن لهيك الاغاني، نحن بنلعبها بالنادي بس الزومبا العاديه يعني. تمام. هلا بالمي فيها متعه اكثر، لانه يعني الواحد وقت بيرفع اجره بالمي اصعب ما انه يرفعها بالهواء. صحيح. تمام. معناته بنحرق كالوري زياده، وقت بيلاقوا نتائج حلوه كثير العالم بقى عم يكون عليها كثير اقبال حلو. هلا الصبايا كيفوا عليكي بهالكلمه انه بيحرق؟ تمام. نحن اليوم كلنا رايحين لموضوع الحرق، بس ليه ما بعرف ايش عم يصير ردة فعل عكسية بالقصة. هلا هي مدتها 45 دقيقة، احنا بمدة 45 دقيقة بنحرق بين 250 ل 450 كالوريز. يعني هو شيء كثير حلو. يعني كأنه عم نحكي نحن عن ساعة ونص مشي او ركض تقريبا. ونحن بنعرف انه الكبار بالعمر ما بيقدروا لا ينطوا ولا يركضوا، بقلب المي بيقدروا. يعني هنن قادرين اليوم الاشخاص اللي عندهم عمر يعني فوق ال 50 60 طبعا يستخدموا هي التقنيه؟ طبعا، بس طبعا عدات قليله شوي. طبعاً. شوي، لانه الكبار بالعمر، بس هلا في صبايا وشباب يعني كله حابب. يعني انا صايره جماعيه بوصل العدد يعني ل 45. كيف عم تلحق الكوتش اليوم على هذا الرقم؟ شايفه. طيب كونه نحن عم نحكي عن علاج، فهي خطة علاجية بتكون، وذكرتي عدد كبير وكل حالة مختلفة. طبعا. عم بتكون كيف بتقيمي التطور؟ يعني في مدة زمنية، خلينا نعطي أمثلة مثلا، ولنفرض هذا المرض ديسك، ولنفرض بده مدة زمنية ليلاقي نتيجة. هلا بصراحة هي مع الممارسة، يعني مثل شرب المي، هي رياضة ما لازم نتركها أبدا لأنه علاجية. هلا ممكن في عالم حسب كل جسم وحسب الحالة اللي له، ممكن بده 3 شهور، ممكن 6 شهور، بس أنا بنصح فيها كثير، لأنه أول شغلة بتقوي العضلات بشكل عام يعني. وبتحرق. بتحرق. خلينا نأكد على كلمة بتحرق. طيب كوتش، اليوم هدول الأشخاص اللي عم نحكي عنهم إنه عندهم حالات مرضية، أكيد يعني هي بالموضوع العصبي والعظمي، هدول اليوم وقت بيزوروكي لأول مرة بيكون يعني مرافق معه تقرير طبي من طبيبهم الخاص انه فلان بيشتكي من هي الحاله وهو بحاجه لهيئه العلاج، فبيكون في تنسيق بينك وبين طبيبه؟ بصراحه لا، انا بقرا التقرير الطبي
وعلى اساسه. هلا لانه هن مجموعه كبيره، ممكن وحده مع ظهر، وحده مع عصب وركي، وحده انا درسي متنوع. اول ربع ساعه احماء، 10 دقائق تمارين بلا ادوات، واخر تقريبا ثلث ساعه تمارين بالادوات. يعني شيء بعمل للظهر، شيء بعمل للمعده، شيء بعمل لاسفل الظهر، شيء بعمل للذراعين. ايه يعني هو بيكون متنوع الدرس. تمام. كوتش، بكل رياضة مهما كانت بسيطة في عوامل خطورة بتكون، خلينا نحكي عن هاي الرياضة، شو عوامل الخطورة يلي ممكن تكون؟ هلا هي أقل عوامل خطورة فيها لأنه المي قلت لك هي حامل الوزن. تمام. وأي حركة بقلب المي ما بتأثر على الجسم، لأنه هي بالأساس يعني ما هوا، الهواء بتلاقي احيانا بتطق اجرى، اما بقلب المي، المي هي اللي حامله الوزن كلياته. انا عم اسالك هذا السؤال لانه مثل اي شيء، انا ذكرتي انه بلش ينعرف ويصير في اقبال، فكتير وارد بعد فتره نشوف بخصوصا على السوشيال ميديا اعلانات عم بتكون لدورات بهذا المجال، فاي شخص لما بده يروح يسجل لازم تكون يعني في عوامل امان او في مواصفات معينه ليسجل بهذا المكان هيك. هلا نحن الاقوى هو يعني بدي اقول لك فترات، يعني في مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. هلا نحن عم نتعامل بالمستوى الاول اللي هو انه الشخص واقف على الارض عم يعمل حركات. هلا دول برا طبعا في شيء اسمه حزام بينحط وبنعمل الحركات بالغميق، بس هون لانه العالم نصها ما بتعرف تسبح فنحن بنعمل الحركات على الارض، ما في خطوره ابدا الا اذا يعني وحده زحطت مثلا، بس عم يكون يعني مهم يكون الشخص او الكوتش اللي عم تعطي هي خبيره بهذا المجال طبعا اكيد حتى تعرف تعطي الحركات الصح، كونه نحن عم نحكي عن نلاقي فائده، نلاقي فائده. هلا اذا كانت ما عندها خبره او شيء، هلا انا الي التدريب الي 8 سنين صيف شتاء يعني، والحمد لله الاقبال كثير كثير حلو، حتى في دكاتره انا ما بعرف عم تبعت عالم لانه عم يلاقوا نتيجه على مرضاهم انه كثير متحسنين، ما عاد في عمليه، ما عاد في شيء. رب كوتش، 8 سنوات مرقت مواقف واشخاص كثير ضمن هيئه التقنيه، شو طورتي عليها؟ اليوم انت عم تشتغلي ضمن مجموعه كتدريب او لا تدريب فردي؟ لا هلا اللي حالته شوي صعبه ممكن اني انا اخذه لحاله، بس انا هلا هي مع مجموعه، يعني احيانا الام وبنتها عم تيجي تلعب معنا. في كوتش غيرك؟ هلا في كوتشات ما بعرف انا يعني معك يعني ضمن المركز؟ لا لحالك. انا هو صفي واحد حسب المسبح، استيعاب المسبح احنا بناخذ. هلا انا بتفكري ان بيوم من الايام تعملي دورات وكورسات لصبايا حابين يتعلموا هيئه التقنيه انهم هن يعطوها يعني، وبهيك كمان بتزيدي من شعبيه هي القصه؟ اكيد بتمنى، لانه انا بحب يعني العالم كلها تستفيد، وبالذات الكبار بالعمر بتلاقيهم موجوعين وقاعدين وميبسين من القعده، وقت هن بيحركوا جسمه. انا بنصحها لكل العالم يعني انه تمارسها كبار وصغار، لانه حتى الصغير بشد جسمه. ما هي دواء يعني، نحن دائما ضغوطات الحياه وانشغالات العمل يعني ما بتعطينا هاي المساحه الاكثر بحياتنا انه نطلع نادي كثير او نعمل، بس اليوم ضروري نجرب هاي القصه يعني ونتعرف عليها اكثر. اكيد. خلينا كمان كوتش نسالك، في عادات صحيه اليوم لازم تكون مرافقه لهي الرياضه بتنصحي فيها متدربينك؟ اكيد عادات مثل صحيه مثل شو؟ أكل يعني شو؟ يعني انه هلا القعده بشكل عام لازم دائما انا شاده ظهري لورا، اكيد ما بقدم ظهري لقدام، وهي نص اغلبيه العالم بتعاني يعني، اكثر شيء بيجيني انا شفتي دغري اخذت الطاقه وشدت، اغلبيه العالم بتجيني انه عندها بظهرها وجع، ايدها وجع. مزبوط. يعني هي شغله بضل الواحد حامي ظهره. طيب مثلا نحن متعودين بناحيه القعده انه نحن نكون مرتاحين هيك، تمام، فنحن لما نشد ظهرنا فنحن عم يعني عم نقعد بطريقه بنحس عم مثل عم نمثل يعني احنا مالنا مرتاحين، تمام. كيف واحد ممكن يضبط؟ بس انا برجع شوي كتافي لورا، بس تدريب بدها تدريب، هي يعني حتى عاده كمان عاده واحد بيتعود مثلا، انت بتتعودي الصبح تشربي دائما قهوه. انا الرياضه عندي اياها هي عاده، يعني اليوم اللي ما بعمل الرياضه بحس حالي انه انا كثير ستريس، وحاسه حالي اني طاقتي منا منيحه، فالرياضه هي حياه بالاول والاخير. صحيح.
يعني بالختام بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا الكوتش ياسمين طريف مدربة السباحة وايروبيك مائي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم. شكرا لك كوتش، واكيد حنكون ضمن فريقك لحتى هيك نشوف على ارض الواقع النتائج الحلوة. اهلا وسهلا، بالتوفيق، ونتمنى لكم هيك الدعاية والاعلان الاكثر لهيئة التقنية.